وصلنا للجزء الأخير من نجم الأسبوع، واللي استمتعنا فيه مع المغني الجزائري قدير جابوني، واللي كان بصراحة لقاء استثنائي ورائع مع فنان مميز. شوبينج، بالنسبة للشوبينج أنا كل أسبوع أنا رحلاتي، كل ما عندي ما عنديش وقت للشوبينج، وإنما عندي كل ما نكون في رحلة، وأنا من الناس اللي ما نعشق حاجة نحب نشريها. بالنسبة للوقت اللي نقضيه أنا في الإنترنت خلال اليوم كل الدقائق تاعي يكون من ساعة لساعتين. نوجه تحيتي لكل اللي فعلوا الناس اللي تتبعني. بالنسبة للفيسبوك عندي 3,700,000 متابع، انستغرام فيه 841,000، تويتر فيه 10,000. كادير في مشواره الفني لغاية 2018 عندي حوالي 141 أغنية. بالنسبة للفيديو كليبات مصور شي 12 فيديو كليب. ويلي ويل ويلي ويل ما نشتركوا الدليل. ستة جوان 98 نجاحي في شهادة البكالوريا، ومن ثم الدخول في الجامعة تخصص حقوق علوم إدارية وقانونية. وانت سبابي عيشتيني في الدود، حي عليا كل يوم نحيا ونموت. مدخولي الخاص كانت في 1999 هيونداي أكسنت. أول أغنية أديتها في مشواري بكتني اللعابة، هي من كلمة عبد القادر النعيان والتلحين توفيق بالله. تاريخ ميلاد الابن تاعي الاول، اول ونقول لك شعور انه تبدلت نظرتي للحياة. 2008 كان اول حفل جماهيري اللي كنت عملت ريسيتال انا هنا في الكازيف، والحضور اللي كان كثيف. هذا التاريخ ما ننساش لانه عدد الجماهير اللي كانت اللي ما دخلتش اكثر من عدد الجماهير اللي دخلت، الحمد لله. طال الحيل ما بغاش عليا يفوت، ويا رايي ويا رايي. 2018 فريمون تعبت كثير، لانه كنت محضر الالبوم تاعي، البوم الحلم الحمد لله اللي خرج. تعبت من ناحيه التصوير، كان عندي 6 كليبات صورتها في الالبوم هذا، انتقاء الكلمات للميلودي الالحان اللي كنت نخيرها. ويلا فهمت الموضوع، قلبي راه مجوع ويتقطع من الداخل. عيد المرسم عيد لي ما صار، انا والريم تما تلاقينا. عيد المرسم هاد حباب الليله راني عندهم، و نبغي عدويا يعما هو ذا لقب ودهوى. شو ما زلنا في بالنسبه للاغنيه تاع النصر، وما زلنا في اختيار المواضيع ان شاء الله نطيحوا في موضوع شباب. كلمه بشر ردوها شر، ما رجع فيهم خير ولا محبه. تفرح النهار عن بلاد اللي يقول الصح ردوه كذاب. بلال الفنان انسان اللي يكتب ويلحن، وشيخ بالنسبه لنا احنا اللي نعرفوه. اغانيه ناجحه من التسعينات ليومنا هذا، مازالوا ينتجوا مازالوا هيدا، بالتوفيق ان شاء الله. اسمح لي الا طيحت لك دمعه، غادي نغني لك كلام اللي داروا له كيما الشمعه، يقول من تظلم عليهم. انا بالنسبه لي والله الشابه خيره انه مهما تغير الصوت انه الاحساس يقعد هو ومازال عندها احساسها اللي عرفناه بها. راه يغلي في قلبي يا لو كان يلاقيني به ربي. بالنسبه للشاب ريفكا نتمنى منه يكون عنده اعمال
ويكون مؤثر إيجابيا إن شاء الله، ولما لا إن شاء الله يا ربي يوفقه إن شاء الله. أكثر ثلاث أغاني لم أكن راضي عنها، بلك أغاني ما نجحتش، عندي أغاني غنيتهم وما نجحوش كثير كثير، أغاني غنيتهم وما نجحوش. وعندي ثلاث أغاني اللي قدر نحس فيهم يعبروا عليا. نقعد وحدي جمون فوق قعو اللاوي خوفو. الأغنية الثانية عندي الأغنية تاع جورا بري جور، عندي الأغنية الثالثة هي اللي مازال قلنا بها اون كونتاكت. حلت في